كتكون كتقرا مزيان وعندك نقاط مزيانين في الفيزيك والحلم ديالك هو انك تكمل قرايتك في اوروبا وغيتسلط عليك واحد خالك وغيديك لاوروبا وغيدخلك لعالم ديال البوفا وغتولي انت كتصاوب البوفا. ايه القصه ديال اليوم هي قصه ديال هشام اللي رغم هادشي كامل غتفاجئوا في الاخر شنو غادي يدير. الحلقه ديال اليوم كتبغيك تكونسونطرا معايا حيت غتعيش معايا الاحداث والاحداث غادي يديوك لواحد العبار ودوك العبار غادي تستافد منهم وغتعرف باللي هذا هو ضحيه ديال راسو وضحيه ديال عائلته ونهار بغى يغير راسو غير راسو 100%. بغيتك تكونسونطرا معايا. الا كنتي مازال ما داير لايك فاني اراك درتي لايك نديرو لايك وما تنساش الناس اللي مازال ما داروا سبسكرايب حتى هما يديروها. درناها على بركه الله. سوق مان في 1991 وبالضبط في مدينة الرباط وبالضبط في واحد الحي سميتو الرياض كان واحد العساس ومع الربعة ديال الصباح جالس في الكاريطة ديالو بحكم انه عساس ديال دوك الفيلات وديال دوك الطوموبيلات. حتى لواحد الساعة غادي ينقص من الراديو وغادي يسمع واحد القط كيخبش في واحد الميكا وفي واحد التوب وغادي يخرج غادي يمشي لتما وغادي يلقى باللي القط كيحك في واحد التوب ديال واحد الدري صغير. السيد تفاجأ هز داك التربية وبدا يشوف فيه لقاه زيادة ما بين 4 شهور حتى 5 شهور وتخلع. بدا داك التربية كيبكي بمعنى مازال حي. لقى داك التربية مازال صغير ولقى الدم في الصبع ديال الرجل ديالو بحكم ان القط كان باغي ياكلو. ايه الاساس بقوة الخلعة ما لقى ما يدير قال واش نمشي ندق على المقدم واش نمشي الكوميسارية. حتى لواحد لقيته غتبان الصطافات ديال البوليس دايزه وديك الساعه البوليس كانوا كيخلعوا بنادم. العساس قوت الخلعه قال لهم راني لقيت هذا الدري الصغير طلعوه للصطافات وداوه للكوميسارية. من داوه للكوميسارية بداو السيد كيستجوبوه وقال لهم باللي انا راه كنت جالس في الكاريطه ديالي والطفل لقيته كيغوت بحكم انني حداه ورجع عاوتاني وراهم البلاصه فين لقى. حتى غيبان واحد الضابط في عمره 30 عام بدا كيحلل معاه وتيقول له فين لقيتيه والبلاصه اللي لقيتيه داوه للطبيب. وهنا الساس مشى بحالاته. داك الضابط الدري الصغير بقى في عقله ومشى باش يتغدى مع مرته وبحكم انه مزوج مرته مده ديال 5 سنين ومازال ما ولدو بدا كيعاود لها على لاسيتياسيون ديال داك الدري الصغير مسكين اللي لقاوه في عمره 6 شهور وبدا تيقول لها راه كان غادي ياكلو القط. المهم بداو كيهضروا ومرته فوق ما كتهضر معاه كتجبد له الموضوع ديال داك الدري مده ديال سيمانه. المهم كل شويه كتجبد له الموضوع ديال داك الدري واش بانوا والديه واش الصبع ديالو اللي في الرجل البرا. المهم الراجل دائما كيجبد الموضوع وكيعاود على داك الدري بحكم انه كيمشي للطبيب ويزيد عليها انه داو لواحد الجمعيه هما اللي قابلوه. غادي دوز 30 يوم على هاد الحادثه ومرتو غتقول له ما كره الصراحه نربيو هاد الولد ونعتبروه بحال ولدنا علاش ما ديرش المجهود ديالك ونشدوه اننا حنا نتبناوه ونربيوه. كيقول لها شوفي ما حد ما بانوش والديه ما خصناش نقيسوه صبري واحد شويه وما يكون غير خير. وداكشي اللي كان داز مده ديال شهرين ومشى للجمعيه وسول عليه السيد اللي مكلف بالدوسي ديالو قال لهم راه مازال ما بان حتى شي واحد وراه الناس كيبغيو يتبناوه. هو يقول له انا راه المراه ديالي ما كتولدش وصراحه ما كرهتش نتبنى هاد الولد هذا ونعتبره بحال الولد ديالي. قالوا داك الرئيس الجمعيه بحكم انت ضابط راه يمكن الامور غير تيسر لك. مشى تيجمع الوراق كيريقل الامور وداك الشيء اللي كان جاب الدري للدار ومرته فرحات وعنقاته واعتبرته الولد ديالها اللي ما عمرها ما ولداته. بقات كتكبر فيه وكتقاتل وكتعتبره انها ولدها والضابط كذلك كيعتبر ان الولد من الصلب ديالو ودائما كيقول لمرته ما لاحظتيش واحد الحاجه النيف ديالو كيشبه النيف ديالي ومرته كذلك كتقول العينين ديالو كيشبهوا العينين ديالي. المهم حطوا واحد الدائره عليه على اساس انهم هما اللي غادي يربيوه. كبروه وبداو تيتقاتلوا معاه ودخلوه للسادسه بدا تيقرا في السادسه وبحكم العائله ديال الام ديالو اللي مربياه كلهم عايشين في اوروبا كاين خوالو اللي عايشين في اسبانيا كاين خوالو اللي عايشين في المانيا وكاينين خوالو اللي عايشين في فرنسا بمعنى الوحيده اللي ساكنه في المغرب هي امو اللي مربياه. في 6 سنين بدا كيعرف باللي ان عمامو وعماماتو عايشين معاهم في الرباط. تيكبر كيمشي عند عمامو عماماتو
وبحكم انهم حابين خوهم ويفرح كيعتبروا ان هذاك الولد ديالهم. الطفل هشام تربى ما بين ديور ديال عمامه واولاد عمامه تيلعب معاهم، وحتى بواه مهلي فيهم ردوا بحال شي واحد اللي ولدو لاباس عليه. المهم كيديه للمعهد يقرا اللغه الفرنسيه، وفي نفس الوقت كيقريه مزيان وحوايجو دائما نظاف وعنده شكاره نقيه بحاله بحال ولاد الاعيان ديال المجتمع. حتى لواحد النهار هشام غادي يضرب ولد عمو الصغير وغادي يعايرو غيقول له عمي غير مربيك وانت راه ماشي ولد عمي وانت 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 وانت. بديك الهضره اللي تيقول ولد عمو بدا كيضربو هشام، والسيد مازال مشوكي من الهضره ديالو. مشى عند امو قالها لها، قال لها شوفي راه قال لي ولد عمي انكم نتوما مربيني. امو بحكم انها كتبغيه وما بغاتش انه يسيق الخبر قالت له لا ولدي انت راه الولد ديالي واش هذا حمق، ومشات عند مين ولد عمو وبدات كتقول له شنو تيقول لولدي واش انا ولدي، وداروا واحد المسرحيه على اساس ان ولد عمو راه كيكذب. لكن ما غدوش غير سيمانه وباه غادي يصارحو غايقول له شوف اولدي انا كنبغيك وانا نقد نكون حسن من باه، لكن غنقول لك واحد الحاجه، راه الانسان اللي كيربي راه حسن من اللي تيولد. قال له كيفاش با؟ قال له انت راك ولدي لكن راه شنو وقع لك، راه واحد النهاريات لقيناك في واحد المنطقه وبالضبط في واحد البلاصه، وسبحان الله انت نهار الاول شتيني ارتحيتي ليا وانا ارتحيت لك، وداك الشيء علاش بنيتك وغتولي ان شاء الله ولدي وغتورثني وغت دير اي حاجه من اجلي وانا كذلك من اجلك. هشام تشوكا وعرف ان امو كذبات عليه، ومشى بغى يواجه امو وباه شدو وقال له شوف هذه علاش كذبات عليك، لحقاش كتبغيك ولحقاش القلب ديالها وهاشنو كاين وهاشنو كاين وهاشنو كاين. والسيد في عمره 7 سنين ما فهمش ان هذاك راه الحب اللي غمض لها عينيها باش تكذب عليه، وبغى انه يدابز مع امو. ومده ديال شهرين هو كيهضر غير مع باه، امو مخاصمه، امو عارفه انه صغير. المهم بقات على هاد الامور تكبروه وصل لكاتريام، ولا السيد تيقرا مزيان وكيجيب نقاط مزيانه، وكلهم دوك اللي من العائله ديالو ودوك خواله وخوالاته مي كيجيو في الصيف كيتهلاو فيه. وعنده واحد خاله في المانيا دائما مهلي فيه ودائما كيهضر معاه كراجل، كيديه هو وياه القهوه كيبقاو يتناقشوا، تيقول له شوف انا بنتي غير تكبر غنزوجها لك، انت راك راجل وكدير وكدير وكتقرا مزيان. وبنته كذلك من العائله ديالهم كيشوفها كيفرح وكيقول هذه غادي نتزوج بها في المستقبل وان شاء الله غنولي شي دكتور ولا شي عالم الفيزياء في المستقبل وغنتزوج بها ونسكنها في المغرب. المهم هذا هو الحلم ديال هشام وهذا هو الافاق ديال هشام، حتى غتحمل الام ديالو، وهنا غتبدل العلاقه ديالو ما بين امو وما بينه وبين باه. باه رغم ان الام ديالو حامله ما بغاش يخسر الولد ديالو اللي رباه وربى عليه الكبده، لكن الام بدات كتنسحب من الحب ديالها لهشام وبدات كتعتبره انه دخيل على الاسره، وداك الحب راه كان غير تعمار القلب اللي كان خاوي. السيده ولدت الولد ديالها وبدات كتربي فيه وكتكونسونطرا معاه، وبالنسبه لها هشام اللي كيقرا في الكاتريام بغى يقرا يقرا ما بغاش يقرا يدبر راسه. لكن عكس باه كان تيشوف ان الحب ديالو لهشام كثر من الحب ديالو لذاك الطفل اللي تولد، وبالنسبه ليه هشام هو كلشي، وحتى ذاك الولد القيمه ديالو ماشي بحال قيمه ديال هشام. بدا كيتقاتل معاه وتيقريه حتى وصلوا للبكالوريا، وفوق ما كيجي عمو ولا خالو تيقول له غادي نديوك لالمانيا تكمل القرايه، وداك الشيء اللي كان شد البكالوريا ديالو، وخالو قال له غادفع لواحد الجامعات كاين في المدينه فين كاين، وفي نفس الوقت غتخدم معايا وتصور الفلوس ما بين 200 اورو حتى 100 اورو وغادي تقرا مع راسك، بمعنى غادي نحميوك انت كانسان جاي لمدينه كبيره ولا المانيا وغنتهلاو فيك وفي نفس الوقت غتقرا مع راسك. جاب نقطه مزيانه في الباك، وباه بحكم انه ولا كوميسير ولات الامور كتروج عنده والفلوس كاينه. المهم دفع الدوسي ديالو لالمانيا وبالضبط ديك المدينه، ودفع لواحد الجامعه وتقبل، ومشى باش يقرا الفيزيك والشيمي. السيد الصيف كامل هو المسافرات مع ولاد عمو والعائله ديالو، وكيقول باللي الحلم غادي يتحقق غادي يمشي لالمانيا، ويزيد عليها ان الحب ديالو البنت خالو غادي وكيديفلوبا. السيد المثاليه في الحياه، ويزيد عليها الام ديالو ما فرحانالوش بحكم انها عندها ولد ديالها. دا الصيف هشام جمع حوايجو وقال غادي يمشي مع خالي اوتوماتيكمون مين يبغي يديبلاصا، بحكم انه هو اللي غادي يديني للدار وهو اللي غادي يسكنني عنده وهو اللي غادي يديني باش نكمل الانخراط ديالي في ديك الجامعه اللي كاينه في نفس المدينه. وداك الشيء اللي كان عطاه باه 3 ديال المليون، قال له شوف اولدي هذه لدوير الزمان خسر عليها قد امورك وما عمرك ما تطلب من خالك الفلوس، الحمد لله انه داير فينا الخير ومسكنك عنده. ونقول لك واحد الكلمه ولدي، خالك حضي راسك منه وهو يسكت. هشام بقى تيشوف باه وتيقول كيفاش غنحضي منه، المهم ما تقول له والو، ويلا قالك خدم معايا في شي حاجه
قول له لا قرا مع راسك وتكونسونطرا واي حاجه بغيتيها انا نصيفطها لك. هشام ما قالش لباه داكشي اللي دار بين خالو بحكم ان خالو وعده الا مشى لالمانيا غادي يقرا وغيخدم وغيبقى يصور معاه ما بين 100 اورو حتى 200 اورو. هنا غادي يجمع حوايجو ويحط حوايجو في الطوموبيله ديال خالو وغادي يتكل على الله وغيبقاو غاديين يوصلوا للصبليون شويه فرنسا المانيا وغادي يوصلوا للمدينه. خالو النهار الاول غادي يقول له غطلع للسطح راه كاينه واحد البيت فيها الشوفو وفيها الدوش وفيها كل شيء، المهم هذيك هي البيت ديالك وداكشي ليك. بدا كيتسارى وبدا مره كيمشي للقهوه ديال خالو، وهنا غيتفاجئ ان ديك القهوه ديال خالو دايره بحال شي قهوه تيجلسوا فيها غير العائلات، فيها اربعه ديال الطبالي وفيها واحد الفليبر كيلعبوا فيها غير شي ناس بساط، والمهم كيشوف الناس كيدخلوا وكيخرجوا وفوسط داك القهوه كيتباع غير الشراب واللعب. المهم هادشي اللي كاين كيشوف بعينيه وكيريكلامي تيقول ياك ما خالي كيخدم في الحرام، وداكشي اللي كان حصل ان خالو كيبيع الشراب فوسط ديك القهوه وبدا تيشوف ناس كيدخلوا وكيخرجوا. المهم مشى معاه دخلو وبدا تيقرا مع راسو، دوش الشهر الاول وقال له خالو غتخدم معايا في القهوه، شنو غنخدم؟ القهوه راه صغيره. قال له شوف غتبقى بيني وبينك هاد السر اللي غادي نقول لك، راه شوف هنا في اوروبا الا بغيتي تخدم بالحلال راه ما غديرش الفلوس، حنا هنا ماشي كنخدموا بالحرام ولكن كنبيعوا لهم الحشيش وكنبيعوا الكوكايين وحتى البوفا. السيد صدم والحلم ديالو كيبان له بحال كيتبخر وكيقول مع راسو نمشي نهرب ومشي نسكن مع الطلبه في الجامعه. لكن خالو غادي يقول له شوف الا بغيتي دير الفلوس في هذه البلاد وتمشي لبلادك ودير قهاوي ودير دي ريستورون وطوموبيلات وديور خدم معايا وما تخاف. هنا هشام بدا كيتغرب دوك الفلوس وفي نفس الوقت كيمشي لافاك ولقى ان خالو جابو اصلا باش يبيع له داك الشيء في لافاك، وهذا هو التصور اللي كان عند هشام وداك الشيء اللي كان. قال له هشام انا بغيت نخدم معك. قال له شوف انت الخدمه ديالك غتبقى بعدا في القهوه ومره غتسربي تغسل المواعن تقاد الامور، ولكن الضربه اللي غتضرب فيها الفلوس هي لافاك. المهم بدا كيتعلم وبدا كيسربي فوسط القهوه، كيتلاقى مع الناس كيعطيهم هذا باغي البوفا هذا باغي الحشيش هذا باغي الكوكا، المهم عندهم واحد الباكيج ديال الكليان اللي كياخذوا ومين كيجيو البوليس كيسدوا بحال ما كاين والو. هشام غادي يبغي يصارح ديك السيده اللي كيبغيها اللي هي بنت خالو وغيلقاها باللي انها عارفه بواها كيتاجر في المخدرات، وقال لها علاش ما قلتي ليش؟ قالت له شوف انا ما يمكنليش نقول لك شي حاجه وانا كنبغيك، المهم انت عارف شي بغيتي تبقى معايا بقى ما بغيتيش تبقى دبر راسك. وداك الشيء اللي كان السيد بقى معاها وبقى كيحبها، وهنا غيدوز للمرحله الثانيه انه غيبقى يبيع المخدر ديال الحشيش والبوفا والكوكايين فوسط لافاك، غيبقى يضرب مصاريف وغيبقى يجمع حتى لواحد النهار خالو اللي كاين في اسبانيا اللي كان اصلا حتى هو كيبيع المخدرات حس بانه غادي يجي داك السيد وغادي ينافسو مع خوه بحكم ان خوه اللي كان تيصيفط له السلعه لاسبانيا، واتصل به وقال له خويا انا جاي عندك الالماني نخدم معاك. قال له راه كاين معايا ولد اختي شنو غدير؟ المهم انا جاي نخدم راه ما عنديش. وداك الشيء اللي كان شد الطريق ومشى عندو لالمانيا، وتما غيبدا الصداع. خالو الصغير ما كيحملش هشام بحكم انه كيقول باللي دالي رزقي، وواحد النهار جا عندو في وجهه قال له شتي ديك بنت خويا والله ما غتزوجها، اما غتموت اما غتهبط للحبس اما غتزوجها الا. حتى لواحد النهار خالو غادي يصيفط رساله للبوليس انه كاين واحد السيد في لافاك كيبيع المخدرات اللي هي البوفا والحشيش وحتى الكوكايين. المهم البوليس غيمشيو لافاك وغادي يعتقلوا بصح هشام وغيلقاو عنده واحد الكميه ديال الكونسوماسيون، ولكن بحكم انهم صاحبنا مريكلامي غادي يعتبروه انه كان كيبيع في لافاك وغادي يحكموا عليه بست شهور ديال الحبس بحكم انه كيبيع المخدر. باه غيتفاجئ في المغرب وغيتصل بخالو وغادي يقول له خالو انا راه ما كنعرف والو، راه ولدك هو اللي كان تيبيع في لافاك، وقالوا دير الحل. المهم باه مسكين عيال ما يدفع البوليس باش انه يعطيوه فاكونس باش يخرج من المغرب والو، ودار محامي عليه وواخا هكاك والو. دوز ديك المده ديال الحبس وعلاقته مع السوريين المغاربه الجامايكيين حتى تعاشر مع واحد الجامايكي، وداك الجامايكي بدا تيعاود له على القصص كيفاش كان كيصاوب البوفا وكيفاش هو من الاوائل اللي دخل البوفا الالمانيه، وقال له باللي انا
هنا في الحبس راه خدامه. قال له كيفاش؟ قال له اشنو كندير اشنو كندير. وقال له انا راه تندير الفيزيك والشيميك. قال له انت راه يمكن لك تصنع البوفه غير راسك. مهم بدات علاقته مع داك الجامايكي مزيان، وبدا السيد العقل ديالو مكونسونطري مين غيخرج من الحبس غينتقم من العائله، وغيوليو هما اللي كان خدام عندهم غيوليو هما اللي خدامين عنده، وهو اللي يبقى يبيع لهم البوفه والكوكايين والحشيش. هذا هدف كان دايره. بقات له 15 يوم وغيخرج من الحبس. داك الجامايكي قال له غنعطيك واحد لادريس غتمشي عندهم وغتولي خدام معاهم حيت انا هو الشاف ديالهم. المهم سرنا يبقى في بيه، وداك الشيء اللي كان عطاه واحد لادريس وبقى في نفس المدينه، مشى عند واحد الناس دخلوه سكنوه وبدا كيشوف العجب. كيهبط لواحد لاكاب كيلقى خمسه ديال الناس جامايكيين كيصاوبوا البوفه. المهم عرف ان دوك التخليطات اللي تيخلط ساهلين، وهما كيجيبوا هاد الماده وهاد الماده، وبدا خدام معاهم. بدا تياخد 300 اورو في السيمانه. المهم بشويه بشويه حتى ولا كيخرج للتيران، وقال لهم اعطيوني الكونتيتي ديالي نبيع ونشري فيها. وداك الشيء اللي كان. وفي ديك المرحله قطع علاقته مع ديك البنت اللي كان تيبغي، وهي كذلك ما بقاش كيمشي عندها، ودار خالو ما بقاش كيمشي عندهم. السيد تكونسونطرا مع البيع ديال البوفه، ولا كيوقف على الناس وتيقول لهم ما بغيتو البوفه. المهم ولا السيد اغريسيف، ودائما عنده جنويه في الجيب ديالو، بمعنى الا وقف عليه شي واحد يقد يضربو ولا شي حاجه، بحكم انه السيد كان خايف انه توقع له شي حاجه. المهم دار واحد الثروه لا باس بها، وكرا دار ديالو وبدا كيتقاتل باش يتقاد الوراق ديالو، بحكم انه مازال كيقرا، وبقات له عامين وتقادوا الوراق ديالو ويردوه للمغرب. بدا تيقلب على شي وحده اللي تزوج بها، وداك الشيء اللي كان تقادوا الوراق ديالو وتزوج بديك السيده، ودوز معاها مده ديال 6 شهور وطلقها. والسيد اراك الخدمه كيعاود يشري البوفه من عندك الجامايكي من الاصل ويبيعها للناس بالجمله. حتى لواحد النهار واحد السيد غادي يجي مع خالو الصغير ويقول له هذا راه كليان ديالي راه بغى البوفه يشريها من عندكم. غادي يدور هشام غادي يلقى خالو الصغير غادي يقول له عقلتي عليا بعدا ياك؟ غادي يقول له اه. قال له انت ولد اختي وانا. المهم باش يدل الخالو حيد السبرديله ديالو، وبدا كيجبد له البوفه من السبرديله ديالو على اساس انك ها انت من غتاخذ البرودوي الناس كياخذوا من الشكاره ديالي انت غتاخذوا من سبرديلتي. وعطاه واحد الكونتيتي ديال الفلوس وقالوا المره الجايه ما تجيش عندي انت يجي عندي هو، المهم ما تبقاش تجيب لي هذا. وداك الشيء اللي كان بقى بشويه بشويه كيدلل في عائلته على اساس انه غادي يولي لاباس عليه. حتى لواحد النهار الضربه اللي غادي دير له العقل، غادي يكون هشام جالس مع واحد البنت مبليه بالبوفه في واحد الريستورون، وهو فمو كاين تقريبا شي 4 ديال الحبات ديال البوفه على اساس الا دخلوا البوليس يقد يبلعهم. وداك الشيء اللي كان دخلوا البوليس ومشاو قاصدين هزوا عليه السلاح، ومعه هو كان شارب. البنت هربات ودوك الجوج اللي هازين سلاح تيقولوا له هبط يديك هبط يديك، وهو بديك تهبطات اليد بقى مكونسونطري مع صاحب السلاح حتى يبان له واحد صاحبنا جايب المينوط وبغى يضربوا له في يديه. هو ما شافوش انه راه بوليسي، هز يديه هشام هو يضرب داك البوليسي لعينيه، وهنا صاحبنا مول السلاح غادي يضرب السلاح تحت الرجل وما غادي تجيش فيه الضربه. حتى لواحد الوقيته 4 ديال البوليس غيبقاو يضربوا في هشام حتى يقربوا يقتلوه بالضرب. الدم في الوجه ديالو في رجليه في يديه، المهم فرشخوه هزوه ودخلوه للصطافات، وهنا بقوه الضرب الفم ديالو تحل وطاح ديك البوفه عامره بالدم في الصطافات ديال البوليس. وتيقول هشام مع راسو صافي غنتشد غنتعذب وفي نفس الوقت غنضرب الحبس. حتى داو الكوميساريه وجا عنده واحد البوليسي، داك البوليسي بحال نزلو سيدي ربي باش يغير الحياه ديال هشام. قال له شوف انا غنتوصلك، انت الاول ضربتيه وهما ضربوك، بمعنى راه بجوج بكم غالطين، الا بغيتي انني نتوصلك طلب منه السماحه داك البوليسي اللي ضربتيه، وكذلك هو يطلب منك السماحه. هشام تيقول مع راسو بمعنى انني ماشي روشيرش، وكيقول الحمد لله غادي يخليوني بعدا نمشي للطبيب ومن الطبيب ندوز للدار. وبصح جا عند داك البوليسي قال له سمح ليا، وهشام فمو كله مشرق وكله مهرس تيقول له مسموح، وكيهزوه كيديوه بالصطافات للسبيطار وبدا كيتداوى. هشام الفم ديالو كامل مهرس وسنانو كاملين رايبين ومهرس من يديه، وتما عرف ان الحياه ما عندها ما دير لك من غير الا كنتي انسان نقي، ورغم الفلوس ورغم اي حاجه راه صحتك
هي اللي مهمة. وبدا في ديك العشرين يوم اللي في وسط السبيطار كيراجع راسه. في مدة ديال 10 ايام السيد بدا يصلي، وفي مدة ديال 15 يوم طرطق ديك الكارت سيم اللي بينه وبين الكليان اللي كان كيبيع لهم، وبدا كيراجع راسه وكل نهار كيتصل بباه وكيبكي وكيعاودوا القصص ديالو. وباه يقول له شوف اولدي، انا عارفك انسان قلبك بيض، وانت ما دخلتي لهاد الشيء غير باش تغير حياتك وباش وباش، ولكن راك كنتي ظالم وكنتي وكنتي وكنتي، راه مازال عندك الامل انك تغير حياتك. في ديك العشرين يوم اللي كانت في وسط السبيطار تميزاجور العقل ديال هشام، ولا انسان تقول اللهم درهم بالحلال ولا 200 مليون بالحرام. وداك الشيء اللي كان مشى لقى عليه الكريديات عند داك الجامايكي، هز دوك الفلوس كامل اللي عنده وحطهم لصاحبنا، ومشى سافر لبرلين. والسيد مازال عنده القبص في يديه، كيدق على الشركات باش يخدم، كيدق على لي ريستورون باش يخدم، والو. وكيقول بعض مرات الشيطان كيزغبني وكيقول لي ارجع خدم شي خدمه ديال انك تبيع الكوكا ولا تبيع المخدر، لكن تنقول مع راسي اللهم الجوع ولا الدل. وداك الشيء اللي كان حتى غيتلاقى واحد التونسي عنده شركه ديال الصباغه وشركه ديال البني، واصلا تيخدم مع الناس اللي بالوراق. المهم داك التونسي هشام صارحه قال له اشنو كنت كندير واشنو كنت كندير واشنو كنت كندير وهاشنو باغي نولي وهاشنو باغي نولي، وقال له داك التونسي انا غنكون سبب في داك الشيء اللي غتولي بالحلال، بغيتي تخدم من غدا اجي. وداك الشيء اللي كان خدم نهار الاول في الصباغه، وبدا كيعاون الدراري، لقى مغاربات وانسا جزائريين المان خدامين معاه في نفس الشركه. والسيد بدا كيقلب على طرف الحلال، وبدا تيسكن مع المغاربه بعقليه نظيفه، جايين الناس يحوفروا ويتقاتلوا على طرف ديال الخبز بالحلال، ولا كيشوف دراري كياخذوا 2000 اورو وفرحانين، وكيصيفطوا 1000 اورو لوالديهم وفرحانين، وتيقول شوف سبحان الله العين ديالي شوف فين كانت غادا، الناس فرحانين بحاجه بسيطه، وانا كنت في جيبي 5000 دولار 6000 دولار 10000 دولار في النهار وما كنتش مرتاح. وبدا السيد كيميزاجوري العقل ديالو، بدا بشويه بشويه كيديفلوبا مع صاحبنا في الشركه، وضرب معاه مده ديال عام، ولا السيد كيبعد من المخدرات اللي كان تيضرب، وتنقى العقل ديالو، حتى غيجيه اتصال من عند باه، وغادي يقول له باه بلي خوالك راه توفى وراه كانوا سكرانين وداروا كسيده بالطوموبيل، سير ولدي عزي مرتو وعزي بنتو وما يكون غير الخير والمسامح كريم. تقول لهم شوف انا ديك العائله غنضرب عليها، وبحكم ان باه عزيز عليه بدا تيحقر عليه تيقول له سير عند خوالك سير شوف الامور. وهنا غيمشي وغيتفاجئ غيعزيهم وغيلقى صحابنا حاطين كريديات في البنكة على ظهر ديك الدار وعندهم مشاكل ديال الشيكات ديال الناس. وهنا غيتفاجئ ان بنت خالو وخالو غادي يخرجوا الزنقة، وغادي بروبوزي على مرت خالو انها تجي عنده لبرلين تسكن معاه. وداك الشيء اللي كان قبلات وجات مرت خالو وبنت خالو ومشاو سكنوا معاه في واحد الدار كبيره، وبداو كيتقاتلوا مع طرفه الخبز. والسيده مرت خالو كتقول له شوف اولدي انا كنت ساكنه معاه وقلبي كان تيوجعني حيت كناكلوا الحرام، الحمد لله ولدي من تهرب شي منهم وربي سخر لك في الحلال. وهنا غادي يتزوج بنت خالو وغادي يجيو للمغرب غادي يديروا العرس، وباه غادي يفرح به رغم انه غادي يشوف ولده تبدل من وجهه بزاف ديال الحاجات وتغير في الوجه ديالو. غيدوز داك الصيف فرحان هو ومرت هو وبنت خالو اللي تزوج ومرت خالو، وغادي يرجعوا لالمانيا عاوتاني يعيشوا. السيد لا استراتيجي اللي بقى كيدير هي انه كيتعلم من داك التونسي كيفاش كيشد الكليان. وداك الشيء اللي كان قال داك التونسي انا غندير شركه ديالي، الا بانت لك الخدمه كثيره دوزها لي الشركه ديالي ونخدم معاك، المهم انا راه غنبعد من الاتجاه ديالك ونقلب على راسي. وداك الشيء اللي كان داك التونسي بحكم انه شاف هشام انسان مواضل قال نعطيه الخدامي نعطيه الخدامي ديال الفيلات العاديين. وداك الشيء اللي كان بدا تيخدم الشركه ديال هشام بدات ديفلوبا، ولا كيشد شركات كبار مثلا بحال مرسيدس، مثلا بزاف ديال الشركات تيصاوب لهم، مثلا بزاف ديال الشركات بحال مرسيدس بحال البي ام بحال شركات كبار في المانيا كيعطيو مشاريع ديال البني ديال شي حاجه، المهم الامور هذو كتيسر له بالحلال. ومن غتجي كورونا ربي غيرزقو بواحد البنيه من ديك البنت اللي مزوج. المهم الامور الحمد لله مازال ميسره رغم ان الماضي ديالو كان اليم. حلقه ديال اليوم هي من العبره، الانسان شحال ما غلط راه كاين الباب ديال انك تصلح، والانسان شحال ما خطا
كاين الباب انك تصلح. انت خصك دير واحد الهدف. الحلال فيه الفلوس والحرام فيه الفلوس، وداك الحرام تقد تاخذ فيه في نفس الفلوس اللي غتاخذ في الحلال. بمعنى سير الحلال وما غيكون غير الخير. حلقة ديال اليوم كتبغيك انك تهضر مع الضمير ديالك وتبعد من داك الشيء الخايب اللي كدير. حلقة ديال اليوم هي من اجل العبرة. العائلات اللي كيسمحوا في وليداتهم خصوصا اللي تيكونوا مازالين صغار، حاولوا انكم تكونوا معاهم وتوقفوا معاهم باش يتغيروا، حيت الانسان راه كيغلط وكنا يقد يجي واحد الوقيته ونغلطوا. خصنا تكون عندنا واحد الثقافه ديال التسامح باش نحاولوا نعطيو لك السيد اللي غلط الطاقه الايجابيه باش يرجع للطريق المستقيم. حلقه ديال اليوم تقادات، ولا كان عندك شي اخ عزيز ولا شي اخت عزيزه ولا شي ام ولا شي عم ولا شي خال، بغيتك تبارطاجي معاه هذا الفيديو وتقول له تفرج حتى لهنا. تقادات الحلقه، كلاو فراسكم، الله يعاونكم.